يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من مات وعليه كفارة جماع في نهار رمضان ماذا عليه؟ تبقى في ذمته، إلا إن كان له تركة، إن كان له تركة فيخرج منها إطعام 60 مسكينا، أما إذا لم يكن له تركة تبقى في ذمته. فإن أراد أحد من أقاربه أو من إخوانه المسلمين أن يكفر عنه فله في ذلك الأجر إن شاء الله. نعم.